المعطيات على الأرض، سواء كانت التنافس الإقليمي أو داخل البلد أو الفساد ومحاربته أو التنافس خلينا نقول الاقتصادي ما بيننا وبين الجيران، ولت كثير من هذه المعطيات أو هذه الإفرازات. الشركة لا يوجد لديها أي تلكؤ، الشركة تعمل بكل تقنية، الشركة فنية، مدير الشركة رجل كبير بالسن يبلغ بفوق 70، لا توجد لديه أي مشكلة، يعمل براتب كبير، له أيضا جهد استثنائي يبذله في كل مفاصل العمل، وأعماله تزيد أو وجوده بالعمل يزيد على 14 ساعة. لا توجد أي مؤشرات نفسية على وضع هذا الرجل. بالمناسبة لا يمكن لأي شركة أن تضع رجل عليه أي ملاحظة نفسية في موقع مهم مثل هذا الموقع، وخاصة إذا مثلها خارج بلدها. إذا التحقيق مالتنا العراقي ما توصل إلى النتائج الحقيقية، قد نتفاجأ بكوريا. كوريا ما ممكن أن تعوف رجل من رجالها بهذا المستوى دون أن تذهب إلى هذا البلد وتحقق بنفسها. وثانيا أكو شغلة أخرى يجوز فاتتني، احتمال البصمات تثبت هل هذا الرجل أثناء الشنق ممكن أن يتعلق بالحبل، هل البصمات إيدية موجودة بالحبل لو بصمات أخرى المكان اللي هو به وهيئته تدل بأنه هو غير معاني من أي مؤثرات نفسية حتى يولد عنده هذا التصرف والوصول إلى لحظة الانتحار.